وصاني كل الضجة. أنا دائما وحدي موجودة بالقرية، حتى هذا الجار الجيجي دائما يروح يساعد أبو بالشغل وأنا بقى هنا وحدي. بس أنا شو راح أسوي؟ هي بنتي رانيا، بنتي ماما قاعد تصيحني. بس هي أنا ضايجة. هي نعم ماما تصحتيني. هي بنتي رانيا، أنت ايش دائما تقعدي هنا وحدك وقاعدة أشوف حتى حزينة؟ شنو اللي صاير؟ هي اسمعيني ماما، انت من البدايه وعدتيني انه تجيبيني حيوان اليف، اما تجيبي لي بزونه او تجيبي لي كلب، بس لحد هسه ما جبتي لي اي شيء. هي اسمعيني بنتي، تعرفين هالحيوانات غاليه واني ما اقدر اشتريها، لان حتى اني قاعد اشتغل، ايام اشتغل بيها وايام لا. بس هي بنتي اسمعيني، خلي اشوف انا جمعت دايموند هالايام، خلي اشوف ايش قد عندي دايموند. اوكي بنتي انا عندي 5 دايموند، احتمال راح تكفيني. شو رايك هسه نروح لهذا البوع الحيوانات وشوف شنو عنده حيوانات؟ اي حيوان يعجبك نقدر نشتري. شنو ماما؟ راح تشتري لي حيوان؟ واو هذا الشيء كلش حلو. بس هي ماما انت متاكده من هذا الشيء؟ اخاف اروح هناك وتقول اسعارهم غاليه وما راح اشتري لك. لو بنتي صدقيني انا قاعده اشتغل على مودك، انا ما اريد تكوني انت ضايجه ومو سعيده، اصلا انت دائما تكوني سعيده. هسه تعالي وراي حتى اروح لهذا البائع وشوف شنو عنده حيوانات. اوكي اوكي هسه انا متحمسه، واخيرا ماما اقتنعت انه تشتري لي حيوان حتى اعتني بيه. بس هي ماما اوكي هسه احنا تقربنا، بس وين الحيوانات؟ اما قاعده اشوف اي شيء. بنتي هذه الحيوانات هنا موجوده. هذه الحيوانات هنا. اوكي خروف. لا لا ماما انا ما احتاج خروف. بقره. ها لا لا ما اريد بقره. بس شو هنا موجود؟ هنا ماكو حيوانات. هنا اكو كلب. ها والله هذا متوحش. احتمال يعضني. لا لا ما اريد هذا. هذا الكلب هذا الشكل ما عجبني. بس شنو؟ ماما انا عجبني هذا القرد، اقدر اشتري. هي بنتي انتظري، بالبداية خلني اسأل هذا صاحب المحل عن هذا القرد، اريد نعرف بالبداية ايش قد سعره، احتمال يكون كلش غالي. اوكي ماما اوكي، لا عاد يلا خلينا نروح نسأله. هي مرحبا، انا جيت اشتري بنتي حيوان، بس بنتي عجبها القرد، هذا القرد ايش قد سعره؟ هي اسمعوني، انا عثرت على هذا القرد بالغابة، بصراحة هذا القرد نادر، يختلف عن القرد البقية. بس هي عمو، معقول راح تقول هذا سعره غالي؟ ارجوك عمو، احنا فقراء وما عنده دايموند هواية، يعني حتى لو غالي، ارجوك اريد سعره رخيص. هي اسمعوا، انتو ايش قد عندكم دايموند؟ هي ماما، انت ايش قد عندك؟ هي بنتي انا عندي بس 5 دايموند. هي اسمعني انا اللي عندي بس 5 دايموند. اوكي اذا عندكم 5 دايموند انطوني هذا الدايموند واخذوا هذا القرد. هي عمو انا كلش اشكرك، هاي تفضل هذه 5 دايموند. يلا بنتي تعال خلينا نروح حتى بعدها نجيب هذا القرد وبناخذه ويانا. بس بنتي انا راح اروح اسال هذا بالمحل وارد اشوف شنو ياكل، احتمال اكلاته صعبه وما نقدر نجيبها. اوكي ماما اوكي انت روح اسالي وانا راح اجيب هذا القرد. هي تعال يا قرود تعال. اوكي ايش راح اسميك؟ معقول راح اسميك قرود؟ وبعد ما اعرف اوكي اسمك بعدين راح افكر بي. بس خلينا نشوف ماما هسه قاعد تحكي وياه. يلا خل انتظرها. بس اوكي خلينا نشوف هذا القرد، والله كلش حلو. انت مبين شكلك كيوت. اوكي بس راح اعطي اكل؟ والله بعد ما اعرف. هي 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 تعال تعال، هي لا تبتعد لا تبتعد. هي ماما هسه شنو خبرك؟ هي بنتي خبرني انه الاكل الموجود عندنا بالبيت نقدر نعطيه منه وما راح يصير له اي مشكله. بس هي بنتي هسه لازم نودي البيت على السريع وبعد حتى نعطيه مي، احتمال يكون عطشان لان الجو كلش حار. يلا تعاي. يس انا فرحانه بالقرد، حتى قاعده افكر شنو اسميه. اوكي لازم افكر لك اسم حلو حتى مثلا من الجوع اقول لك هي اسمعني هسه اجى وقت الاكل، هي يلا تعال تعال وصحك باسمك. بس شنو؟ اوكي يمكن راح اسميه سمور. سمفر اسم كلش حلو، حتى الاسم هذا كيوت والصور راح يرهم لك هذا الاسم. بس هي اسمعني مثلا اقول لك هي سمفر تعال اكل، لازم تجي بسرعه وتجي تاكل، سمعتني زين؟ هي بنتي رانيا هسه جبت له مي في حال اذا القرد هذا عطش راح يجي يشرب هذا المكان مي. اوكي بنتي اوكي اوكي ماما. بس هي ماما هسه ايش راح تسوين؟ هي اسمعيني بنتي هسه لازم اروح الشغل على السريع لين ما يصير اتاخر. اوكي اوكي بس هي ماما انتظري انا احكي وياك. نعم بنتي روني شلون تريدين؟ هي ماما انا كلش اشكرك لان خليتيني كلش سعيده بسبب هذا القرد، وهذا القرد كلش حلو واسطوري، حتى احنا نبقى انا وياه بهذا المكان وراح نلعب سويه.
اوكي بنتي، بس سامي ساتأخر على شغلي، لازم اروح على السريع. يلا باي 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 باي. اوكي مام باي باي. واو هيا سنفور، هيا يلا تعال تعال، قاعد شوف هنا اكو مي، اذا انت عطشان تعال اشرب. هيا يلا تعال. هي اسمعني، هسا انطتك جزر، بس ولو الجزر ما راح يوالمك، بس يلا اوكي. هو اصلا هذا الرجال قال بس منو جيجي. هي رانيا، هاي شنو جايبه هنا؟ هلا جيجي تعال تعال، اذا تريد تعال ادخل هنا للحديقه حتى تشوف هذا القرد الاسطوري اللي صار عندي. شنو قرد؟ بس هي رانيا، معقول تكوني عثرتي عليه بالغابه؟ من عثرتي على هذا القرد؟ لا لا لا، اصلا هذا اشتريته من بعض الحيوانات، بس هو قال عثرت عليه بالغابه وحده، وباقي مكان خطيه بين الصخور، جبت واعتنيت بي وهو ابو عني. يا رانيا والله انت غريبه تضحكين. بس يا جيجي شو ما عجبك؟ هي رانيا، يعني اكو واحد يروح يشتري قرد، المفروض تشترين كلب متوحش، او تشترين ذيب، او تشترين اسد ونمر. والله الحيوانات الحلوه المتوحشه. شنو هي جيجي، شو هالحيوانات؟ لا مستحيل جايب البيت، اصلا بس شكله مرعب. بس جيجي هذا شكله كلش كيوت، حتى انا سميته سنفور. سنفور؟ بس انت ايش راح تستفادي منه؟ اصلا هو قرد ما بي اي فائده، مو مثل الذيب والكلب يحمون البيت مالتك. هي شوف اسمع جيجي، اصلا بالعكس هذا ذكي، قبل شوي قلت له تعال اجي بسرعه الي، انا حتى قاعده اعلمه شغلات، مثلا اعلمه يقفز. مو بس هاي، هذا يسلق اشجار، يعني مثلا اذا لقيت شجره بيها فواكه راح اقول له جيب الفواكه وتعال. شنو فواكه؟ والله رانيا انت غريبه، اكو واحد يربي قرد بالبيت. جيجي كيف تضوجني؟ اصلا بالعكس هذا القرد اسطوري وراح نلعب انا ياسويه. هي اوكي اوكي، بصراحه هسه انا رجعت من الشغل وانا كلش تعبان، حتى انا جايب وياي فلوس وواي بالجنطه، هسه اجى الوقت اني اروح للبيت مالتي. اوكي جيجي اوكي باي باي. بس هي جيجي شو وقت من يعجبك تعال حتى نلعب انا وياك ونطلع ويانا القرد. اي طبعا طبعا، بس هي اذا انت اشتريتي قرد انا راح اشتري اسد صغير. شنو؟ هي اصلا ما يبيعون اسد بالقريه؟ والله هذا كلش غريب. بس ايش راح اسوي؟ احسن شيء يسمعني يا قرد، انت ما تعرف شنو عندي؟ انا عندي شعلات ناريه بالبيت، راح اجيبها حتى بعد نلعب انا وياك سويه. يس انا جبت هاي شعلات القرد، بس ما اعرف احتمال راح يخاف منها لان هو اول مره راح يشوف هيك شيء، بس لا انا لازم نلعب انا سويه. هي تعال يا سنفور، قاعد اشوف انا جبت هاي الشعلات الناريه. بس هي معقول انت راح تهرب؟ او احتمال يكون هسه تعلم علي وعرف انه انا راح اعتني فيه. ولي هذا ما قاعد يهرب. هي هي تعال تعال يا سنفور تعال، اشوف اشوف صحيح بدا يتقرب. هي شوف اسمعني، انت ما تعرف انا جبت هاي الشعلات الاسطوريه وراح اشغلها وشوف. شنو؟ ما اعرف احتمال هو فرح بهذا الشيء. اوكي راح اجرب هاي بعد الشعلة الثانية، اريد اشوف ايش راح اسوي هالمرة. اوكي هوب واو. معقولة تكون عجبتك هاي الشعلات النارية؟ هي شوف اسمعني، بعد انا دائما نطلع لك اماكن ونروح حدايق ونروح الغابات ونتسلق اعلى شجرة بالغابة، وبعد راح اشغل لك هاي الشعلات الاسطورية، راح يكون المكان كلش حلو وراح نلعب انا وكنا نتونس. هي بنتي بنتي رانيا اقعدي. ماما. هي نعم ماما. هلا ماما صباح الخير. اهلا بنتي صباح النور. هي بنتي اكو شي صار كلش غريب. هي تعالي تعالي شوفي. ماما شنو اللي صار؟ اما قاعد افتهم. هي بنتي اكو شخص اخذ هذا القرد الصغير اللي عندك وجاب مكان هذا القرد الكبير. شنو؟ بس من اللي سوى هذا الشيء؟ هي بس ها ماما انا قاعد اشوف من اللي سوى هذا الشيء؟ مستحيل. بس معقولة يكون هو القرد نفس اللي اشتريته؟ شو تغيروا فجأة كبر؟ اوكي اوكي خلي اجرب. هي هي يا سنفور تعال تعال. شنو؟ هذا الشيء مستحيل، معقولة يكون هو نفسه سنفور؟ هي ماما قاعد تشوفين انا بصحته باسمه هو اجى عليه يركض. ها يصحي بنتي، معقولة يكون نفس هذا الصغير اللي اشتريناه؟ بس شلون كبر بسرعة؟ والله اني ما قاعد افتهم اي شيء. هي تعال تعال يا سنفور، هي تعال. هي بنتي هذا الشيء كلش غريب، انت كل ما تصيح لسنفور هو قاعد يرجع ويقرب الك، معقول يكون هو نفسه؟ اي صحي ماما، بس شلون صار هذا الشيء؟ معقوله بيوم واحد هيك يكبر فجاه؟ انا حتى ما قاعد افتهم ايش قاعد يصير. بس يلا اوكي، هي قلت تعال يا سنفور لازم تدخل مكانك. هي تعال. هي اسمعيني بنتي رانيا، هسه تاخرت على شغلي، لازم اروح، ومن راح ارجع راح شويه بخصوص هذا القرد، اريد اعرف شلون فجاه كبر. اوكي ماما اوكي، يلا باي 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 باي. هي باي باي ماما. والله هذا الشيء كلش غريب،
ليش يجي فجأة القرد صار كله كبير؟ شنو اللي صار؟ أوكي أنا شو راح أسوي؟ أحسن شيء إنه أروح لبال الحيوانات نفسه وأسأله عن هذا الشيء، أقول ليش القرد فجأة تغير؟ معقول يكون مريض؟ ها؟ حتى لو مريض ما أصور راح يصير بهذا الشيء؟ أوكي أحسن شيء نروح لبال الحيوانات وأسأله عن خص هذا الشيء. يلا خل أركض. يا صوت قربت، لازم اسأله. مرحبا عمو. هي اهلا يا بنتي. نعم تفضلي. هي اسمعني عمو، هذا القرد البارحة اشتريته منك، اليوم قعدت الصبح لقيته حجمه كبير كأنما مو هو نفس اللي اشتريته. شنو تغير هذا القرد؟ مستحيل يصير هذا الشيء، بنتي أنا الوحيد اللي عندي هالحيوانات، ماك أي حد بالقرية عنده مثل هذا القرد. بس هي عمو، أنا متأكدة هو نفسه، حتى صحت له سنفور وهو يعرف باسمه وجه تقرب علي. بس شلون صار هذا الشيء؟ شلون بيوم واحد هيك كبر؟ ايش اذا كبر هذا القرد؟ بنتي احتمال يكون هذا نوعيه نادره، انا بصراحه ما اعرف، حتى انا ما شايف مثل هذا القرد من قبل. بس بنتي اذا هو نفس القرد وين المشكله اذا كبر؟ بس يا عمو انا اول مره بحياتي معقول هيك القرد من هو صغير بسرعه يكبر؟ هي بصراحه انا ما اعرف، بس واذا بنتي عادي احتمال هذا القرد يكبر على السريع، بس المهم انه هذا القرد ما مؤذي مو صحيح. اي طبعا طبعا هو اصلا مؤذي، بس اذا انت قصدك ان تقول هاي فصيله نادره او حيوان نادر انا بعد ما اعرف حتى بالقرود. بس هي عمو السنط مأنيت، يعني توقعت انه هو مريض وهيك كبر بسرعة. هي ما اعتقد هذا الشي بنتي، اطمئني هذا القرد مالتش مو مريض. اوكي اوكي هي شكرا عمو. يلا صار خل ارجع امشي، انه القرد مالتي ما بيه شي، وجه الوقت انه روح العبوني يا سوية، بس هسوه كبر حتى صار شكله كلش حلو. يلا خل استعجل جيجي. اوكي خروح شوية جيجي. هاي جيجي صباح الخير. اهلا رانيا صباح النور. شنو اشتريتي قرد ثاني؟ شنو انت يومين تشترين قرد؟ هاي جيجي هذا نفس القرد. شنو نفس القرد؟ والله انت كنت قاعد تضحكين علي، اصلا القرد البارحة شفته كان صغير وهذا قرد كبير. طبعا طبعا جيجي اصلا هذا فصيلة نادرة. هاي تعال تعال. بس هاي جيجي انت بتعرف شنو سميته؟ سميته سنفور. هاي راني انت تقصدين البارحة كان صغير واليوم كبر؟ لحد باكر شو راح يصير؟ هي بعد شهر شو راح يصير؟ هي جيجي تش قاعد تحكي؟ اكيد راح يوقف النمو وما راح يكبر بعد. يوقف النمو؟ هي راني بيوم واحد هيك كبر هذا القرد؟ والله هذا الشيء كلش غريب ونادر، اول مره اسمع انه قرد بيوم واحد يصير من هو صغير الى كبير، هذا الشيء مستحيل. هي جيجي هي اللي تخوفني، اصلا انا رحت لبال الحيوانات وسالته وقال هذا الشيء طبيعي، احتمال يكون فصيله نادره. شنو فصيله نادره؟ هذا الشيء طبيعي؟ والله انتم مجاني انا متاكد، احتمال يكون هذا صاحب الحيوانات هذا مجنون، انا اصلا ربيت كلب خلال اشهر يلا شويه كبر، بس هذا شلون بيوم واحد يجي يكبر هذا؟ وجيجي تهتم اصلا هذا شيء طبيعي. هذا الشيء طبيعي بس والله ما اعرف. شنو رانيه؟ هو صاحب المحل قال لك هذا فصيله نادره مو صحيح؟ قال جيجي احتمال يكون فصيله نادره، بس شنو قصدك؟ بس لا معقول يكون نفس هذا القرد اللي ببالي؟ لا 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 مستحيل يصير هذا الشيء. شنو جيجي اما قاعد تفهم قصدك اي قرد؟ هاي رونية انت شايف الفيلم مال كينج كونغ؟ اوكي يعني شنو؟ هاي رونية هذا كينج كونغ هذا قرد يصير كلش عملاق، معقول يكون نفس هذا الفصيلة وهذا القرد يكون مثل كينج كونغ وبالاخير يصير عملاق كلش؟ هاي جيجي والله انت ما عارف من تجيب هالافكار، لا لا مستحيل هذا الشيء، واذا كبرت فجاه صدقني ما راح يصير مثل كينج كونغ، اصلا كينج كونغ كلش عملاق. شنو قصدك هذا يصير مثله؟ لا لا ما اتصور. هي جيجي انت كيف تخوفني، انت هاي افكارك المرعبه ما عارف من تجيب هالافكار. اوكي اوكي والله انا ما اعرف بصراحه، انت حتى الحيوانات مالتش غريبه، اكو حيوان يكبر بسرعه. على العموم رانيه هسه راح ارجع للبيت لان بعدني ما ماكل. اوكي اوكي جيجي وراح اخذ هذا السنفور وراح اطلع انا وياه نتمشى بالقريه، لان اكيد هو ضاج من هذا المكان، شو تقول لنا سنفور احسن شنو نخرج. هيا يلا تعال يا سنفور، يلا سجل وقت نروح، راح نتمشى هنا بالقرية وراح اشوفك هنا القرية الاسطورية. بس وين راح نروح؟ اوكي راح اوديك قريب على مكان السيرك وراح اشوف، احتمال راح اشوف هناك حيوانات اسطورية واحتمال راح اشوف هناك ايش قد ناس مجتمعين، واكيد راح يعجبك هذا المكان. لعد يلا استعجل وتعال وراي على السريع، يلا اركض. يلا تعال يا سنفور، هسه احنا تقربنا قاعد اشوف هذا السيرك، بس يمكن اليوم عطله ما قاعد اشوف اي احد، بس الجمهور منتظرين، احتمال شويه وراح يجوا الناس كلش هواي. شنو؟ هي انت منو؟ شنو؟ معقوله يكون هو هذا سنفور؟ هي سنفور تعال تعال.
شنو؟ يا والله صحيح، هو هذا زنفور، بس ايش يشوف بسرعه قاعد يكبر؟ شنو اللي قاعد يصير؟ معقوله اللي جيجي خبرني عنه هو هذا صحيح؟ احتمال يكون هو هذا فصيله كينغ كونغ. لا ما جا صدق، بس هي والله احتمال هذا صدق كلش عملاق، حتى الناس احتمال راح يخافون منك. زين ايش راح اسوي؟ ها زين وانا اخذك؟ بس لا احتمال لا رانيا تخافين، احتمال راح يبقيش حجمي وما راح يكبر. بس هي اسمعني، انا حتى بعد ما راح ابقى هنا لازم نرجع البيت بسرعه. هيا يلا تعال يا زنفور. بنتي رانيا، هاي بنتي قعدي. هاي ماما، شنو اللي صار؟ معقول يكون صار شيء على زنفور؟ هاي بنتي تعالي شوفي، هذا الشيء كلش غريب، تعالي بعيه وصار كلش عملاق، ما اعرف شلون فجأة تغير. شنو؟ لا مستحيل، شلون تغير؟ صحيح صار كلش عملاق. بس هي شنو؟ والله هذا القرد مثل ما انا توقعت. جيجي وانت اصلا ليش قاعد تضحك؟ قاعد اشوفه صار كلش عملاق، احتمال هذا الشيء راح يكون كلش خطر. هي رانيا بصراحة ما قاعد يسوي اي شيء، بس رانيا تعرفين هذا مثل ما توقعت، هذا يمكن يكون ابن كينغ كونغ. ابن كينغ كونغ؟ بس ها لا مستحيل، معقول يكون صدق؟ واحتمال راح يكبر بعد اكثر واكثر واكثر. بس هي ماما احنا ايش راح نسوي بهذا الشيء؟ نشوف. اسمع بنتي رانيا، من هاللحظه لازم تاخذيه وتوديه للغابه، هنا راح يكون مكانه خطر على القريه، واذا كبر بعد اكثر واكثر احتمال من راح يمشي راح يهدم كل هالمدينه وجار المدينه، حتى الناس راح يخافوا من هذا الشيء، واحتمال حتى راح يقاتلوا، احتمال راح يقضون عليه. لازم نستعجل ونودي الغابة على السريع. يلا بنت استعجلي. اوكي ماما. يسمعني يا سنفور، بس معقولة اني بعد ما اشتريتك وفرحانة بيك معقول راح اوديك الغابة؟ بس اني مجبورة، انا لازم اسوي هذا الشيء. هيا يلا تعال. هي اسمعني يا سنفور، انا مجبوره اني ابتعد وبقيك بهذا المكان، بس صدقني ما اقدر، حتى انت ما شفت الناس اليوم شلون يبون عليك، كلهم خايفين ومرعوبين. هي روني ابتعدي، والله هذا مبين جوعان راح ياكلك. هي جيجي اصلا بالعكس انا ربيته واعتنيت به، مستحيل ياكلني. بس هي جيجي انا حزينه عليه، معقول راح اتركه وحده بهذا المكان؟ هي اسمعني يا سنفور، هسه اجى الوقت ان تروح تعتمد على نفسك، يلا روح ابتعد. بس هي جيجي ما ادري ايش ما قاعد يبتعد، يمكن يريد يجي وياي. هي رانيا احنا لازم نهرب على السريع حتى ما يجي ويانا، بلكي راح ياثر على المكان ويعيش بي. طبعا جيجي لازم نهرب من هذا المكان على السريع حتى ما يريد يتبعني. يلا اركض. هي عمو سنطتك الدايموند واخذت منك هذا الصمون. اوكي يا بنتي يلا تقدرين تخرجين. اوكي بس نفس الشيء اهربوا. ايش قاعد يصير؟ مستحيل. هي يا سنفور انت ايش رجعت؟ هي يا سنفور انت تعلمت علي انه نعتنيت بيك، بس هي هسه انت كبرت، انت بس تجينا. هيا يلا روح ابتعد، يلا روح. بس شنو؟ معقول قاعد يرجع ولا يرجع وياي؟ بس هي يا سنفور صدقني هسه تبع ما تقدر تجي للقريه، لهذا الشيء كلش خطر، قاعد اشوف الناس شلون قاعد يصيحون وخايفين، انت صدق كلش عملاق. بس معقوله سنفور ما قاعد يفتهمني؟ زين ايش راح اسوي؟ هي اسمعني لازم ترجع طريق الغابة على السريع. هيا يلا تعال. هيا يا سنفور يلا اتبعني. هيا ناس اسمعوا لا تخافون، هسه راح اخذ وودي للغابة. هذا شنو هذا الغار العملاقة؟ هاي اكيد راح تقضي على البشر. هي اسمعني صدقني ما راح تقضي على البشر، اصلا بالعكس سنفور يعني مو شرير، اصلا سنفور ما راح يسوي لكم شيء. هيا يلا تعال يا سنفور. هيا تعال. شنو اللي قاعد اشوفه؟ لا مستحيل، هذا القرد كلش عملاق، لازم اهرب على السريع واخبر الشرطه بهذا الشيء، لازم يجون يتخلصون منه. يلا خل اركض. هي اسمعني يا سنفور، انت لازم تبتعد حتى ما يصير ترجع للقريه، لان انت ما تعرف الناس كلهم خايفين منك، حتى انا هسه قاعد اسمع صوت سياره الشرطه، والشرطه انتشروا بكل مكان. هي اسمعني يا سنفور، يلا روح ابتعد، حتى تكون شوي قاعد تكبر اكثر واكثر. هي يلا روح، يلا روح، والله هذا الشيء كلش غريب، يلا روح ابتعد. هي طيارات، هي اسمعوا اللي تواجهوا، اصلا خطي يا سنفور ما مسوي اي شيء، هي ابتعدوا. هي يا سنفور، يلا روح. معقوله؟ سنفور بعد ما راح يرجع وراح الغابة ويبتعد؟ هي سنفور لا ترجع بعد، يلا روح. وهسه انا كلش حزينة، انا ما اعرف شو راح اسوي، هي سنفور سوى ابتعد وصار مكان كلش بعيد. هي رانيا انت ما يصير تظلين حزينة، اصلا هو هذا ما يقدر يبقى بعد يعيش بهاي القرية، انت ما شفتي حجمه صار عملاق، حتى اذا بقى هنا اكيد ما راح يقدر يمشي ولا يتحرك، مو مثل ما يعيش بالغابة. بس هي شوف اسمعني، اصلا انا دائما اعتني بيه وطي اكل ووفرت لحتى المي، احتمال هناك بالغابة ما راح يعثر على اي شيء. بس انا المفروض ابقي هنا يمي،
بس ولا واني خفت عليه من الناس، ولهذا خليتي يروح للغابة. هاي رانية، أي أكلتي وفرتي له؟ هاي من كان صغير، بس هسه من كبر يحتاج يوم ياكل بقرة كاملة. ها بقرة كاملة؟ يعني أنت شو تتوقع؟ أي طبعاً طبعاً، أنتي ما تقدرين تعتنين بيه أكثر، لهذا كل ما يكبر يحتاج ياكل أكل هواية، بس إذا عاش بالغابة أكيد أنت لا تهتمين، لأن هو راح يبدي يعثر على الأكل مالته وياكل. بس هي جيجي، صح هاي المعلومة اللي خبرتني عنها؟ إنه هو يكون بين كينج كونج؟ أي طبعاً، هو الوحيد القرد العملاق اللي أنا سامع بيه هو كينج كونج، وأكيد هذا يكون ابنه. بس رانية، والله أنت متعرفين هذا قد حيوان قوي، وبنفس الوقت هو حيوان يعني إذا مثلاً إذا شخص صار صديقه يظل يدافع عنه. بس جيجي، أصلاً هو بعيد عني كلش، شو راح يقدر يدافع عني؟ حتى أنا كلش حزينة، حتى ما أعرف شو راح يسوي بالغابة، احتمال أسوي جوعان وما يحثر على أي أكل. هي جتي رسالة، أوكي خلي أقرأ شنو الرسالة. شنو عاجل؟ شنو جيجي؟ إلا جميع سكان القرية احتموا داخل بيوتكم. بس هي جيجي، معقول يكون سوف رجع القرية وتحم احتمال راح يجمع سكان القرية؟ هي احتمال يكون سبب سنفور. لا لا رانية، مكتوب انه الزومبي منتشر بكل مكان، حتى وحوش زومبي عمالقة هاجمين على القرية. هي جيجي، انت متأكد هذا الخبر؟ احتمال يكون كذب. اي طبعا طبعا، هي راني احتمي ببيت مالتج وبدت خرجين. شنو؟ حتى مو بالشغل وبعد اللي حدث ما رجعت؟ بس يلا اوكي، لازم استعجل واحتمي بيت على السريع، ولو اني كلش خايفة. معقول راح يجون ذول الزومبي الاشهر ويقضون علينا؟ اوكي اوكي، بس لازم انتظر ماما ومن تجي، حتى لازم كل الابواب اغلقها. يلا خل انتظر. هسه انا قاعد اسمع اصوات مال الزومبي، بس والله احتمال قريتنا صارت مرعبه. هي هي بنتي، بنتي رانيا. ماما، هي ماما، انت شو هنا واقفه؟ هي بنتي، اكو زومبي حول البيت كلش هوايه، وانا كلش اخاف، حتى احتمال راح يشوفوني ويجمعون على بيتنا. افتحي الباب بسرعه حتى ادخل بسرعه. اوكي اوكي، بس والله صحيح قاعد اشوف زومبي كلش هواي. هي يلا ماما، يلا ادخلي بسرعه. زين يلا بتقفل الباب، اقفلي. اوكي ماما، هسه انا قفلت الباب، بس ماما انا كلش خفت، انتي ما تعرفين ذول الزومبي عددهم كلش هواي، حتى ما اعرف شنو اللي قاعد يصير. هي بنتي، انتي ما تعرفين شنو اللي صار بالقريه؟ هسه شفت رجال الشرطه كلهم هربوا وبدوا يركضون، اكو ناس راحوا خارج القريه، ليه ما تعرفين ذول الزومبي عددهم كلش هواي، وقويهم زومبي كلش عملاق، وهذا الشيء كلش خطر. بس ها زين ايش راح يصير؟ معقول ذول الاشهر راح يسيطروا على قريتنا واحتمال احنا ما راح يقضون علينا؟ يا بنتي احتمال راح يصير هذا الشيء، حتى بديت اخاف، واحتمال هذا الزومبي العملاق راح يجي يدوس على كل بيوتنا ويتخلص منا. بس ها تمنيت لو سنفور موجود، احتمال سنفور راح يكون كلش قوي وراح يواجههم. بس ها هي ماما، أني راح أخرج وأرجع بسرعة. شنو بنتي؟ لا 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 مستحيل، سيشرح كلش خطر، أمارش تخرجين. بس هي ماما، أنا لازم أجيب سنفور بسرعة، واحتمال سنفور راح يساعدني. بس هي بنتي، أنا خاف عليك، ليه ما تعرفين الزوبي منتشر بكل مكان وهذا الشيء كلش خطر. هي ماما تخافين علي؟ صدقيني راح أحاول أحتمي وأهرب بسرعة بدون ما حد يشوفني. يلا خل أركض، يلا صاني خل استعجل. هي ابتعدوا يا زومبي يا اشهر، هي يلا ابتعدوا. شنو؟ لا مستحيل، هذا الزومبي العملاق كلش مرحب. بس معقوله؟ والله احتمال راح يجي ويتخلص مني، لازم استعجل وهرب من هذا المكان على السريع. هي ابتعدوا يا زومبي، ابتعدوا، والله ظالم منتشرين بكل مكان، حتى يمكن بدوا يلاحقوني، لازم استعجل وهرب بسرعه. يلا خل اركض، يس انا قاعد اركض، بس هذا الزومبي العملاق قاعد يركض وراي. هي سنفور ساعدني، سنفور. بس معقوله راح يتخلص مني؟ والله بديت كلش اخاف. هي هي ابتعد يا زومبي، ابتعد. شنو؟ هي يا سنفور ساعدني، هي يا سنفور ساعدني. سنفور واخيرا انت اجيت، بس تصوت كلش عملاق. هي قاتل هذا الشرير وتخلص مني، هي يلا قاتلي. شنو؟ مستحيل، ما راح يرفع على سنفور، اصلا سنفور كلش قوي حتى واكبر من هذا الزومبي. هي يلا يا سنفور قاتلي، بس والله هذا الزومبي كلش قوي، ما راح يرفع على سنفور. شنو؟ لا مستحيل، عافية عليك يا سنفور. بس شنو؟ مستحيل، هذا رجع مرة ثانية وراح يرفع علي. هي يا سنفور يلا قاتلي، عافية عليك يا سنفور، انت قضيت علي. هسوني
كلش فرحانة بهذا الشيء، ولازم الناس يعرفون ان انتقلت على هذا الزومبي العملاق. هذا مسؤول الزومبي كلهم، اكيد هسه البقية كلهم هربوا، لان اصلا قتلت انت هذا العملاق وقضيت عليه. ايش قاعد اشوف؟ هذا القرد اللي احنا طردناه من القرية اجا وقضى على هذا قائد الزومبي، بس هسه الناس كلهم يفرحون لين قدرنا نتخلص من قائد الزومبي كله بفضل هذا القرد العملاق. هسه لازم اخبر قائد الشرطة، يلا خلوا اركض. واو يا سنفور، هسه انا كلش فرحانة بيك، قاعد اشوف كل الناس قاعد يصفقوا لك، هم اصلا فخورين بيك لان انتقضيت على قائد الزومبي. ايرونيا والله هذا القرد مالتك هو اللي حمانا ونقذنا من الزومبي، لو ما هذا القرد هسه المفروض ان الزومبي ماكلينه. اي طبعا طبعا ديجي، هم اصلا من شافوا ان احنا قضينا على قائدهم كل الزومبي هربوا. اسمع يا رانيا، بصراحة آسفين لين طردنا هذا القرد بالبداية خارج القرية، بس هذا القرد هو اللي دافع عنا وقضى على الزومبي، ولهذا احنا قررنا من هاي اللحظة كل سكان القرية راح يجون يومي إلى هذا المكان ونعتني بيه ونطي أكل. شنو؟ راح تعتنون بيه وتنطوا أكل؟ هيجي قاعد تسمع. هاي رانيا، حتى أنا يوم فرحان لين عندنا هيك قرد عملاق راح يظل دائما يدافع عنا. ولنا حبايب وصلنا هذا الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي في فيديو جديد، مع السلامة.